أسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بانوراما الساعة. ما زالت بانوراما الساعة تتابع الأحداث التي تدور في المحافظات الشمالية، تحديدا من هبة شعبية وانتفاضة سلمية ضد المحتل، وكل محاور البانوراما ما زالت مركزة حول هذا الوضع. التصعيد الإسرائيلي ما زال متزايدا، عمليات القتل ضد الفلسطينيين التي تسقط الشهداء ميدانيا ما زالت مستمرة دون رادع، دون حراك دولي، دون حراك عربي، دون أي تدخل، الفلسطينيون وحدهم في مواجهة هذا المحتل حتى الساعة. للحديث عن تطورات الأوضاع الميدانية والوضع السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، سأستضيف عددا من الضيوف في بانوراما الساعة لهذا اليوم. بداية سأرحب بضيف الدكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ الإعلام بجامعة القدس، من استوديوهاتنا في رام الله. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. مساء النور، أهلا وسهلا دكتور أحمد. العملية الإسرائيلية مستمرة على الأرض، عمليات القتل المباشر دون خجل ربما من الجندي الإسرائيلي عندما يطلق النار، وفي أماكن بالفعل تشير إلى أنه يبيت نية القتل في الأماكن العلوية لأجسام الفلسطينيين. اليوم بعد كل هذا الوقت من الانتفاضة، كيف تقيم الموقف؟ نعم، أولا بالنسبة للقتل المتعمد والمبالغ فيه والقائم على الهوس والرعب والتوجس الشديد والفوبيا المرضية المعروفة، فوبيا التاريخية المتراكمة، هذا يجرد الاحتلال من ما يدعيه من طهارة السلاح ورفعة الجيش وأخلاقيات الجيش. هذا جيش احتلال، وبالتالي جيش الاحتلال عادة ما يتورط، بالمناسبة عادة ما يذهب نحو أزمته، عادة ما يصطدم بأزمته الكبرى، وهو أنه يصادر حرية الناس آخرين. مصادرة حرية الناس الآخرين تجبر الاحتلال على الولوغ في الدم، والولوغ في الدم يعلم أنها والشراسة والفظاعة والغرائزية. وبالتالي نحن أمام جيش احتلال يعني يذهب عميقا في هذه هذا المستنقع، في هذه الحمأة، وبالتالي عليه أن يتوقف عن ادعاءاته كلها. وعندما نقول ذلك، نحن نقول ذلك باعتبارنا الضحية التي ترى كل شيء، تنتبه لكل شيء، الضحية الحساسة اليقظة المتيقظة للأخلاق والثقافة والتاريخ والعلاقات والإقليم. بالتالي نحن بشكل أو بآخر، وإن كنا ضحايا ولكننا نستطيع إشفاء هذا المريض. هذا أولا. ثانيا، الآن بعد 20 يوم من الانتفاضة أو الهبة، لا نختلف على الاسم رغم أن هناك يعني تقنيا ممكن نختلف على الاسم، لكن بعد 20 يوم من الحراك الشعبي الفلسطيني العظيم والمفاجئ والصادم لكل أعداء وخصوم هذا الشعب، أقول أنه مرة أخرى نصطدم باحتلال مرتعب، يفقد أعصابه، يفقد رؤيته، ويفقد أيضا اتجاهه، ويفقد حتى ما كان يدعيه. أريد أن أركز هنا باختصار شديد، أقول أنه هذا المجتمع اللي المختطف من قبل مجموعة من المتطرفين والمتدينين والقوميين القومجيين المتطرفين جدا، يخطفون شعب كامل، مجتمع كامل، بفوبيا الأمن، وأنه الفلسطيني سيعني يرعبك ويحاصرك. هذا كلام ليس صحيحا. هم دائما يعيشوا على هذه الفوبيا الأمن، يعيشوا على ترعيب شعبهم وإرهابه، يعيشوا على تخويف شعبهم وإرهابه. نحن نرسل رسالة سياسية بهذا الحراك، رسالة سياسية قوية جدا لهذا المجتمع الذي تم إجباره على أن يتحول إلى التغول التطرف الديني والصهيونية التوراتية المتطرفة. الرسالة السياسية القوية تقول أنه بعد 20 يوم من هذا الحراك، نحن نريد أن لا يعبث أحد بأقصانا، نحن نريد أن نكف أيدي المستوطنين عن العبث بدمائنا وحقولنا ومساجدنا، وأن يكفوا عن حرقنا أيضا. المشكلة هنا أين؟ المشكلة أنه هذا العقل الصهيوني، عقل النظام الإسرائيلي، العقل المرتعب، كلما ارتعب كلما زاد تطرفه. هنا السؤال، كيف نمنع هذا المجتمع من أن يقفز إلى هوة الرعب الهائل التي تفقده الأمل في كل شيء؟ لاحظ، كلما ارتعب. دكتور أحمد، هناك من يحافظ على استمرارية حالة الرعب لدى هذا المجتمع، هاجس الخوف والأمن، هذه الأكذوبة التي يعيش فيها المجتمع الإسرائيلي. هناك بالفعل من ينوي يعني إيصال الشارع إلى هذا المستوى. أيضا باعتقادك، هل نسير نحو حرب دينية يريدها المستوطنين؟ أشكرك على السؤال، على فكرة هذا مهم، إن هناك من يريد أن يعني يقذفهم إلى فوهة الرعب الكامل.
شوف احنا مرة اخرى نتحدث هنا عن شعب فلسطيني ضحية واقع للاحتلال يدفع من دمه كل يوم، كل يوم يدفع من دمه وكرامته وامنه واستقراره، ولكننا ايضا نحمل رسالة للعالم كله وليس فقط لمحتلنا. هذا المحتل صغير بالمناسبة وسيذهب، وبالتالي مشكلتنا الآن، ولكن هذا مشكلة صغيرة سنتغلب عليها إن شاء الله إذا لم يكن السنة اللي بعدها مش مشكلة، لكن مهم جدا أن نرسل لهذا المجتمع رسالة قوية جدا أنه علينا أن نتوقف عن ذبحنا. عندما يذبحنا، عندما يقتلنا، عندما يحرقنا هو الذي أيضا يدفع هذا الثمن. بالمناسبة لا أخترع الماء الساخن عندما أقول هم المسؤولين عن الانفجار وبالتالي سيدفعون ثمن الشظايا. نحن نريد أن نقول لهم أنه هذا الدم، كم جالون دم يريدون من دمنا حتى يفهموا أننا نريد حريتنا؟ كم جالون من الدم يريدون حتى يفهموا أنه لا تعبثوا بمقدساتنا وأراضينا وثرواتنا؟ كم جالون الدم يجب أن نقدمه إليهم حتى يفهموا أنه عليهم أن ينهوا احتلالهم؟ هذا الكلام بالمناسبة، ونحن مرة أخرى هاي لغة ضحية، نقول أنه بالقدر الذي نتألم فيه ونذبح فيه ونحرق فيه هم أيضا سيصلون إلى هذه المرحلة، وهم الآن يصلون إلى هذه المرحلة، مرحلة أن الاحتلال يواجه نفسه في المرآة، كم هو قبيح، كم هو فظ، كم عليه أن يرحل. هذا السؤال، هذا المسألة يجب أن يتصل إلى المجتمع الإسرائيلي، فإن لم تصل باعتبار أن هناك حواجز قوية من التطرف والإرهاب والعقلية الاستعبادية والعقلية الاستعلائية، يجب أن تصل إليه عن طرق أخرى، طرق مهمة. الآن لا نتسابق بجالونات الدم أيضا، علينا أن نقول دكتور، باعتقادك دكتور أحمد، كلما استمرت عمليات القتل الإسرائيلي ومطاردة الشبان وقمعهم كلما ازدادت وتيرة هذه الانتفاضة، يعني عمليات التصعيد جاز التعبير بشكل أكبر من ذلك، لن تنهي هذه الانتفاضة الشعبية؟ أنا برأيي أنه نذهب إلى يعني العمق المسألة. هذه الحكومة وهذه النخب التي تقود المجتمع الإسرائيلي أنا برأيي أنها غير عقلانية بالمرة، بمعنى كلما ارتعبت كلما تطرفت، كلما قدم إليها تسوية ما تعتقد أنه هذا دليل ضعف، كلما انتفض الفلسطيني فيتعتقد أنه إذا استعمل ضده القوة سينتهي، وأنه إذا فشلت القوة المزيد من القوة ستحقق النتائج. أيضا أنه استهتار بالدم الفلسطيني، الدم الفلسطيني ضعيف ما حدا بيسأل عنه، لا أب له ولا ضامن ولا حامي ولا مغطي. هذه العقلية هي التي تجعل من إسرائيل ترسل اليوم عشرات المستوطنين ليقتحموا الأقصى، وكأنهم يقولوا افعلوا ما تريدون، نحن نفعل ما نريد، أنتم بالنسبة لنا لا شيء، أنتم لا أب لكم، وبالتالي نستفرد بكم. إذا ظل هذه العقلية، عقلية البرج، عقلية القلعة، عقلية التوجس، عقلية الفوبيا موجودة، الانتفاضة موجودة. والمناسبة هذه الانتفاضة ربما كانت متأخرة، لأنه لابد من القول الإسرائيلي المحتل أنه عليه أن يتوقف عن فعله. المشكلة مرة أخرى، نحن نتحدث هنا عن عدو معقد تاريخيا، معقد ثقافيا، وبالتالي طريقة تعاملنا معه طريقة، هناك من يستسهل الأمر، وهذا من أهمية سؤالك، هناك من يستسهل الأمر يقول إنه هذا مجتمع مرتعب فارعبوا على الأخير. ماشي نرعبه على الأخير، ولكن أيضا يجب أن تتوصل معه لتسوية في النهاية، لابد من تسوية، لأنه هذه الهبة لن تحرر فلسطين بالتأكيد. وإذا بالتالي لابد من إرسال رسالة قوية وقوية جدا له، إما عن طريقه أو عن طرق آخرين، لأنه حقيقة المحتل إذا ظل بهذه العقلية الانتفاضة ستتطور وتتراكم، وربما تفتح كما قلت حرب دينية إسرائيل ليس لا قيمة لها بها، لن تعود تقاتلنا، ستقاتل مليار مسلم. طيب اسمح لي مرة أخرى دكتور أحمد، تقاتل مليار مسلم، أتعتقد أن إسرائيل اليوم انتهزت الفرصة لغياب العالم العربي والإسلامي من أجل القيام بهذه الهجمة على القدس تحديدا؟ القدس ليست أي شيء، أي مكان، أي مسجد بالنسبة للعرب والمسلمين، ولكن في ظل غيابهم إسرائيل تنتهز هذه الفرصة، أين العالم العربي والإسلامي؟ هي يا صديقي العزيز انتهزت غياب كل شيء. اولا غياب العرب والمسلمين والفلسطينيين ايضا، كان هناك انقسام وما زال، واعتقد انه باذن الله هذا الهبه ستوحد الناس من تحت لفوق مش من فوق لتحت، يعني الميدان يوحد النخب وليس النخب توحد الميدان، وهذا الكلام صار في ثورات اخرى، يعني عندما نقيس ما يحصل الان في ثورات اخرى هذا حصل. الان الغياب الاخر او الحضور الذي يشبه الغياب اللي هو التنافس الدولي، هناك الان تنافس دولي، المنطقه العربيه الاسلاميه دخلت التنافس الدولي السخن حامي مش البارد.
هناك طائرات الآن في سماء المنطقة العربية، طائرات من كل أنواع ما تريد، هناك طائرات، هناك تسابق على النفوذ، تسابق على المصالح، تسابق على الممرات المائية، تسابق على القواعد، تسابق على الثروات، هناك عملية تفكيك كبيرة للعالم العربي. نحن هنا المسألة يا صديقي العزيز أنه نحن علينا الآن، وربما هذه الهبة ستدفعنا إلى هذا الموقع، أنه علينا أن نكون في هذه الحلبة التنافس الدولي أن نكون في الحقيبة الإسرائيلية، أو أن نتحول إلى ورقة في ملف إسرائيلي داخل هذه التحالفات. إسرائيل برؤيتها البعيدة والاستراتيجية دغري ربطت حالها في هذا التحالفات، ولذلك هي تفقت مع روسيا في مسألة النفوذ في المنطقة، هي مع أمريكا طبعا، وهي أيضا وهنا المشكلة العويصة أنه ربطت حالها أيضا في الإقليم وبدون تفاصيل، لا أريد أن أذهب في التفاصيل. نحن الآن في هذه الهبة علينا أن ننتبه أن نكون ورقة في ملف إسرائيل، علينا أن نتميز وأن نقول للمحتل أنت في حلف ونحن في حلف آخر. يجب أن يعرف المحتل أيضا أننا في حلف آخر. هي زي ما سألت سؤالك مهم، أنه الغياب، هناك غياب حقيقي ولكن هناك أيضا حضور يشبه الغياب. هذا التنافس الدولي إسرائيل تعرف كيف تموضع نفسها، وعلينا كفلسطيني والسلطة الفلسطينية وفصائل فلسطينية أن نعرف أيضا موضعنا في هذه التحالفات والتنافسات الدولية. طيب دكتور أحمد رفيق عوض، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس في رام الله، أرجو أن تظل معنا بعد الفاصل القصير، سنتابع هذا الحوار.